بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فهذا هو مفتتح المجلس 37 من مجالس شرح كتاب نزهة النظر توضيح نخبة الفكر، كلاهما للحافظ ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه وأرضاه. وانتهينا فيه بعد كلامه على خبر الأحاد وشروط الحديث الصحيح، ثم انتقل رضي الله عنه إلى شرح بعض مفردات وقيود هذا التعريف وهذه الشروط المتعلقة بالحديث الصحيح، وهي الشروط الخمسة: بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ أو علة، أي الشروط الخمسة، وهي العدل، العدالة والضبط والاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة، يعني الثلاثة الثبوتية، وهي العدالة والضبط والاتصال، والاثنان الانتفائيان وهما عدم الشذوذ وعدم العلة. تكلم في المرة الماضية رضي الله عنه عن المراد بالعدل والمراد بالتقوى والمراد بضبط الصدر والمراد بضبط الكتاب، ثم قال: وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. لما ذكر في التعريف قال: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فبيتكلم بعد ما تكلم على العدل وتكلم على الضبط، قال قيد، مش العدالة، قيد الضبط، قيد بأنه تام. قال: وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. يعني عايز يقول إن الضبط ده أنواع، وكلمة أنواع يعني يقصد بها رتب. يعني في واحد بيضبط من 1000 حديث 900، وبعدين عنده 100 ما ضبطهمش كويس، وفي واحد بيضبط من 1000 حديث 700 وعنده 300 ما ضبطهمش، وفي واحد بيضبط 1000 حديث كله تام الضبط. وتحت التام يحصل الدرجات في التمام، المقاربة للتام. احنا عندنا المرة اللي فاتت لما تكلمنا على سيدنا شيخ الإمام البخاري إسحاق بن راهويه، وأنه كان تام الضبط، روى لهم في مجلس 11,000 حديثا ما خرم منها حديثا واحدا، فيش ولا غلطة. مسكين هم الكتب، هو عمال يقول يسمع كأنه بيسمع جزء قرآن، إنه يغلط في غلطة أبدا. 11,000 حديث، درجة إن هو كان أهل الحديث لهم عناية بالرواية وحفظ للمتون والأسانيد، إلى درجة أن بعضهم روي عنه كما في نوادر ما يحكى عن أهل الحديث أنه كبر للصلاة فقال: حدثنا فلان عن فلان. دخل في الصلاة الله أكبر، فرد يقرأ: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، من كثر ما هو بيحفظ في الأحاديث وهي على لسانه على طول أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما دخل بعد التكبير قال: حدثنا فلان عن فلان، غلط، بدل ما يقرأ الفاتحة قرأ الحديث بالإسناد. فهناك قوم كان لهم عشق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتتبعون أنفاسه التي هي الأسانيد في كل مكان، يسمعون عنه أن فيه نفسا من أنفاس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هؤلاء يعتنون بهذه المرويات عن حضرة سيدنا رسول الله، فمنهم من يضبط ضبطا خفيفا، ومنهم من يضبط ضبطا متوسطا، ومنهم من يضبط ضبطا تاما. من أمثلة أصحاب الضبط التام؟ البخاري من أهل الضبط التام، الترمذي من أهل الضبط التام، لم يعلم أنه أخطأ مرة. يعني تقول مثلا سيدنا الإمام مالك لما تسمع تقول فيه شعر على طول، يقول لك: مالك وما أدراك ما مالك، نجم فوق الممالك، حاجة عليوي، سلسلة الذهب الإمام مالك، يقول لك: مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة مالك نافع الإمام وبعدين سيدنا ابن عمر الصحابي، سلسلة ذهب، فبيتغزلوا فيه. أو مالك لما روى 500 حديث عن الزهري أخطأ في 4، يعني أقل من 1%، ماشي. سيدنا البخاري أخطأ في كم رواية؟ ولا رواية. سيدنا الترمذي في كم رواية؟ ولا رواية.
سيدنا الشافعي في كم رواية؟ ولا رواية. إذا هؤلاء قد أعطاهم الله الملكة، يعني مش بالشطارة، يعني مش هو عمال يكرر، مع أنه هم كانوا بيقولوا لم نجد للحفظ دواء إلا إدمان النظر. كلمة إدمان النظر عن المداومة على المطالعة والمراجعة اللي حكينا فيها المرة اللي فاتت أنها تصل إلى 200 مرة، كالإمام العسكري الذي كان يقرأ 200 مرة يراجع الشيء، وبعدين ربنا من عليه بالحفظ، كان 200 مرة ما بيحفظش. وإن كان الضبط عندهم المراجعة 40 مرة بيثبت الحفظ في الذاكرة، ده المجرب عندهم 40 مرة، رقم 40 يثبت الحفظ في الذاكرة. لكن هل البخاري لما سألوه عن الحفظ كيف يكون، قالوا له أنت تأخذ اللبان وتأخذ الكذا بعض الأدوية، وتأخذ البلاذر، بعض الأدوية اسمها بلاذر، أنت تأخذ البلاذر دي عشان تقوي الذاكرة والحفظ؟ فقال لهم لا، ما وجدت للحفظ خيرا من إدمان النظر. كونه يقول إدمان النظر ليس معناه أنه هو كان هذا سبب الحفظ، لو كان إدمان النظر هو سبب الحفظ فإن ذلك لا يعدم في الإنسان خطأ حتى ولو كان مرة واحدة أو اثنين يخون الذاكرة. لكن سيدنا الإمام البخاري والترمذي لم يؤثر عنهم خطأ، كانوا زي الشافعي كده رضي الله عنه. الشافعي كان مشهور عنه أنه هو كان يضع يده على الورقة حتى لا تختلط بالورقة الأخرى، سكانر، فيصور الصورة كده فتنطبع فيقول على طول، فما ياخدش جهد، مجرد أن ينظر هكذا في الحروف والكلمات يحصل انتقال. هذا الانتقال بمجرد القراءة لمرة واحدة. الإمام الترمذي كان كذلك، وعنده قصة شهيرة لما كان ماشي في الطريق في السفر وبعدين نسي بعض الأوراق التي كانت فيها أحاديث كان يريد أن يقرأها على شيخ في السفر كان مرافق له، نسي أوراق الأحاديث، فلما جاء يقرأ على الشيخ قال له طيب فين أين الجزء اللي تحت تقرأ منه؟ قال له نسيته. قال له فكيف ستقرأ؟ قال أسمعها منك، فإن تلوتها علي قرأتها عليك، فإن وجدتني أصبت أجزتني بها. فالشيخ قرأ عليه الروايات بتاعته، فلما قرأ عليه المرويات 300 حديث تقريبا، فراح الإمام الترمذي أعادها على الشيخ. الشيخ خلص بدأ الريكوردر على طول يتكلم يسمع، فلما سمع له الشيخ كذبه، قال له كنت تحفظها من قبل؟ قال والله ما حفظتها. قال فأين الجزء؟ قال ليس معي. الشيخ شاكك، يعني هو في حفظ كده؟ في حاجة اسمها أقول لك كده أنت تحفظ على طول؟ والملكات في الحفظ دي كانت مشهورة زمان، كان عند بعض الأمراء يقولون إن في كان كلام بيكون صعب، وفي ناس كانت بتحفظ من أول مرة، وناس من تاني مرة، وناس من ثالث مرة. فالمهم قعدوا يتكلموا قدام الملك يقولوا كلام صعب شوية، وصاحبنا ده اللي عايز يقوله قدام الملك مش قادر ان هو يقول، لأنه الكلام ده هو بيحفظ بعد ثالث مرة مش أول مرة. فعملوا حيلة ان هم ازاي يتكرر الكلام مرة والتانية ويسمعوا من ورا ستارة يبقى التالتة، ويجي يقول قدام يبقى ايه خلاص حفظ. فقضية الإدراك للكلمات وللحروف دي قضية طبيعية في الغالب، في ناس بتحفظ فعلا. العرب كانوا بيحفظوا المعلقات، ألف بيت يعلقوها على الكعبة كلها محفوظة، يقعد هو كده في سوق عكاظ ويقول على طول البيت 415 البيت 416 ورا بعضه حافظ. فالملكة دي كانت موجودة، فكلمة التام دي كانت موجودة. الترمذي كان يحفظ بلا خطأ، البخاري كان يحفظ بلا خطأ، إسحاق بن راهويه كان يحفظ بلا خطأ. الضبط التام هؤلاء هم نجومه. وبعدين يأتي بعد ذلك رواة آخرون يكتسبون الحفظ، ما عندهمش الملكة، يكتسب ويمسك كده يقعد إدمان النظر، يكرر المرة 30 المرة 35 المرة 40. ودول كان بيجي لهم سيدنا ابن معين هو والنقاد من أهل الحديث ويلفوا عليهم ويقيموهم كل سنة، إيه أخبار المحفوظات معاك السنة دي؟ يبتدي يسمع له زي ما بتسمع ورد القرآن، يسمع له والله لا مضبوط ومسك الأصل في الناحية الثانية،
وبعدين يجي السنة اللي بعدها يسمع له، السنة اللي بعدها يسمع له، بيتكتب فيه تقارير إن ده ضبطه تام. وبعدين يجي في سنة من السنين يختل، فيقول اختل سنة كذا، بيسموه اختلط، بدأ يلخبط. يعني اختلط يعني هو مبقاش يقول زي قبل كده. يعملوا معاه ايه؟ إما أن تروي من كتاب، وإما أن نحجر عليك. فيلجأ الراوي إلى القراءة من الكتاب، فيقولون أن بعد عام كذا حفظه حفظ كتاب، وقبل عام كذا حفظه حفظ صدر. وده اللي بيتكلم عليه في ضبط الصدر وضبط الكتاب. طيب وضبط الكتاب كمان إيه اللي كان فيه مهم؟ ضبط الكتاب كان فيه مهم إن هو كان ليه شروط كتيرة، لأن زمان ما كانش فيه كتب مطبوعة، فكان يمسك الكتاب يجيب أصل الشيخ قدامه، يبتدي يجيب الأوراق وينسخها، أو يأجر واحد ناسخ ينسخها، وبعد ما نسخ يبتدي يتأكد إن اللي اتنسخ ده هو في الأصل الشيخ موجود، فيجيب واحد تاني يقابل أمامه أو يقابل على أصل الشيخ والشيخ أمامه، ويقعد يقرأ على الشيخ، وبعد ما يضبط ويصلح السقط ويصلح الخطأ والتحريف بيوقع له الشيخ عليها، وقع له على الكتاب، الكتاب أصبح سليم. لكن مش ده آخر المحافظة على السليم، ده لسه في عمر هيقتني هذا الكتاب في بيته، في عنده عيال صغيرة أولاد في البيت، وفي عنده أصحاب بيخشوا البيت، وفي عنده ناس ممكن تطلب منه الكتاب يستلفوه. فهل هو بيخلي الناس تمسك الكتب دي؟ لا، زمان الكتب ما كانتش في مكتبة، زمان الكتب عادتهم كانوا بيحطوها في حاجة اسمها القمطر، والقمطر دوت اللي احنا بنسميه زي صندرة الكتب الملابس، يفتح الصندرة أو يفتح الخزينة، خزانة الملابس، ليه صندوق ليه غطا، والصندوق اللي غطا ده ساعات زمان ده بنحطوه تحت اللي بسموه الدكة كده، بتحتيها صندوق فيه ملابس وفيه حاجات. فزمان كانت حفظ الكتب كانت في الصناديق بسموه القمطر، حتى طلعوا مثل ليس بعلم ما حواه قمطره، إنما العلم ما حواه صدره. مش العلم اللي يكون في القمطر في الصندوق لما أنت تطلع برا البيت ما يكونش معاك، لكن العلم هو اللي يكون في صدرك. وزمان لما سرقوا الإمام أبو حمد الغزالي حجة الإسلام وهو في الرحلة بتاعته، اللصوص نطوا عليه وأخذوا الكتب، وبعدين هو زعل، فلما زعل قرر أنه يحفظ الكتب، قال يعني أنا بعد ما أتعب وأكتب وأعمل الكتب تضيع، يبقى العلم ضاع، أنا أحفظ عشان بعد كده حد يسرق ما يهددنيش. ودي من أوصاف أمة سيدنا محمد، أنا جيلهم في صدورهم، يحفظون يتكلمون من وعي الصدر وليس من فتح الكتب. يقول وقيد بالتام، يبين الضبط أنه في أعلى، والتام دوت زي ما هو في الصدر موجود أيضا في الكتاب. هل الرجل ده حفظه في الكتاب حفظ تام، يعني بيحافظ على كتبه، ولا احنا اكتشفنا ان هو كان مسلف كتابه لجاره، او صاحبه كان في مجلس العلم قال والله انا نسيت اكتب اخر صفحتين، ممكن استلف كتابك منك يومين او يوم اكتب وارجحهولك. انت بتسلف كتابك، لو اكتشف اهل العلم انهم هذا فلان ده بيعير الكتب بيضربوا عليه على طول، يضربوا عليه يعني يعملوا عليه علامة استفهام كده، ويقولوا حفظوه ليس بحفظ كتاب. وبعدين يمسكوا الكتاب ويبتدوا يعينوا البضاعة زي ما بيقولوا، عن البضاعة يقعد يقلب كده في الكتاب ويشوف على الحواشي هنا في حد مدخل كلام، ولو مدخل كلام معمول عليه تصحيح وتوقيع تحتيه، وفي حد كشط حاجة ومسحها كلمة هنا. عارف لما تشوف الشيك بتاع البنك يقعد الموظف يبص في الشيك كده ويبص له كده، ولو لقى أي كشطة يقول لك لا ما ينفعش، أي شطبة أو أي تغيير ما ينفعش، أي اختلاف في الكتابة يرجع الشيك. كانت كتبهم مثل هذا الشيك، شيك فعلا حاجة موثوق منها، فكان لو حد لعب في هذه الكتب وهم شافوه على طول يطلعوا فيه قرار إنه فلان ده كتابه ليس صحيح، أو يقول لك مثلا كتابه صحيح زي غندر كده. غندر صاحب شعبة ابن الحجاج، صاحبه اللي هو محمد بن جعفر، صاحب شعبة ابن الحجاج 20 عاما، وكان كتاب غندر أصح الكتب،
كانوا يقولون أصح كتاب كتاب غندر. كتاب غندر ده كان مسكه تحت باطه، يعني ما بيسيبوش، يخش ينام ينيم معاه، يطلع يطلع بكتاب معاه، لدرجة أن أهل العلم من أهل الحديث كانوا يسافرون بكتبهم، كان يخاف أنه يخلي كتابه في البيت ما يكونش فيه أمان، فكان يسافر بالكتاب. طب ولما يكون عنده كتب كتير والحمل ثقيل يعمل إيه؟ قال لك دي مشكلة تانية، وهي أنه بيضطر أنه يدفن الكتب، فكان يروح مدور في مكان ما حدش يعرفه، ويروح فاتح وفاحر في الأرض وحافر الحفرة التمام، ويروح منزل الكتب فيها. فكان بعضهم يرجع من السفر فيجد الكتب الحمد لله في الأماكن بتاعتها ويحفر ويطلعها، وبعضهم يحفر فيجد الفاجعة الكبرى أن الكتاب قد أكلته الأرض، البقايا موجودة محدش سرقه، بس الرطوبة جات له وهو ما خلاش باله أن دي أرض رطبة أو أرض صحراوية، ومحطوش في جلد عشان يحفظه من الرطوبات، أو أن انسكبت عليه أمطار من فوق، أو اتعملت وكانوا بيسافروا بالرحلات بالسبع سنين، مش يعني شهرين ويرجع أو أسبوع يخطف رجله على طول لغاية السعودية لا فيش الكلام ده عنده. رحلة أبو حاتم كانت سبع سنين، ورحلة تانية كانت أربع سنين. ابن مندة أطول رحلة في التاريخ كانت 40 عاما، سافر 40 سنة، ترك زوجته وأولاده وراح طلع في طلب العلم، ودي ما تكررتش مع حد، هو الوحيد اللي عمل كده. لكن الباقي كانوا بيسافروا بالسنة وبالسنتين لغاية العشرة ولغاية السبعة، وكل ده كان موجود، ويسافر أكثر من رحلة. أبو حاتم سافر 3 رحلات بهذه الصورة سنين وراء بعضها، فكانوا بيخبوا كتبهم. ابن المديني شيخ البخاري كان ألف كتاب العلل، ولما جه سافر خاف على كتابه، فعمل له إيه؟ راح حفر له ودفنه، فلما رجع وجد الكتاب قد أكلته الأرض. الأرض في حاجة اسمها الأرض فيها زي حشرة كده، راح دخلت في هذا الكتاب مع الرطوبة مع كل شيء، الكتاب انتهى أصبح هلهيل مش موجود. بقي لنا من هذا الكتاب ورقات، هي اللي بقيت من ذلك من تلك الأرض، بقي ورقات مطبوعة اسمها علل ابن المديني، حوالي كده 40 صفحة. لما تقرأ في 40 صفحة اللي متخصص في علوم الحديث يبكي، يبكي أن مثل هذا الكتاب فقد، كتاب لا يثقل بدر ولا بجوهر ولا بذهب، كتاب يحكي لك أصول الروايات وكيف حدثت قصص الأخطاء في الروايات بالتفصيل. كان الكتاب حجمه 20 مجلدة، تخيل كتاب العلل الكبير للإمام ابن المديني 20 مجلدة، إلى الآن يبكي عليه أهل الحديث. لما يتكلم عليه الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي جامع الكتب يعتبر، بيسموه الناس عيال على الخطيب في التصنيف، لما بيحكي على المفقودات تقعد تبكي، هو بيحكي عن مفقودات الكتب عند أهل الحديث، ومنها كتاب العلل لابن المديني. إيه سبب دفنه وفقده؟ إرادة المحافظة عليه، إنه ما حدش يتسلط على كتابه فيدخل فيه شيئا ليس فيه فتسقط روايته، فلازم كانوا بيتعاملوا بالطريقة دي، إما ياخد الحاجة معاه يا إما يدفنها، لكن يأمن عليها واحد. العلم ده ما كانش فيه حد يأمن عليه حد، ممكن يأمنوا على فلوسه لكن العلم لا. يقول وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك، وأي رتبة أعلى من هؤلاء أهل الحديث الذين حتى يصلوا إلى التمام في الرتبة في الصدر، في حفظ الصدر وحفظ الكتاب، كانوا يفقدون هذه الكتب، كانوا يضعونها في القمطر اللي هو الصندوق الذي يغلق عليه بالمغاليق بالأقفال. ليه؟ عشان ما يكونش كتاب محطوط قدام أي حد يجي يفتح يقرأ ياخد ينسخ يضيف يحذف، كل الكلام ده كان مخليين بالهم منه. ولما بيكتشفوا واحد ما بيحافظش على كتبه على طول بتعمل فيه التقرير. يقول وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. تخيل الإمام ابن المديني صاحب المحافظة على الكتب هو شيخ البخاري، اللي الآن الناس ممن لا يفقهون شيئا في هذه العلوم علوم الحديث يعزفون على قضية
أن البخاري فيه أخطاء والبخاري فيه كذا والبخاري فيه كذا، وعشان أنت تقرر كلمة خطأ لابد تكون جمعت الروايات، يعني عشان تقول فلان ده أخطأ لابد تكون أنت جمعت. لكن ما بيحدثش أن عند الحكم على خطأ إمام زي البخاري أنه أخطأ، أنه بيكون فيه أسباب موضوعية وأسباب علمية، يعني عشان تتكلم في علم لازم تعمل تمشي معاه بقوانين العلم. ففين الأسباب الموضوعية والأسباب العلمية الصحيحة اللي أثبتت خطأ البخاري؟ دي قضية بيسموها إيه؟ مزاجية. والله أنا ما عجبنيش الرواية دي، والله ما عجبنيش إن هو زي سيدنا موسى يفقأ عين ملك الموت. ما أنت لو كنت تعرف الحديث ده معناه إيه، وملك الموت ده داخل إزاي ومش عامل إزاي، قصة طويلة، كل حديث ليه قصة. يعني حديث النبي ما كانش قاعد يقول لك اكتبوا ورايا صلى الله عليه وسلم، ده كل حديث كان ليه موضوع، كان قصة، كان شرع، إن هو إلا وحي يوحى. فيأتي من لا يعرف فيطعن في مثل البخاري رضي الله عنه، وهو تلميذ ابن المديني الذي من شدة إرادة المحافظة على الكتب دفنها فذهبت كتبه من إرادة المحافظة. يأتي على أمثال هؤلاء التام الضبط فيريد أن يثبت عليهم خطأ واحدا. كان الأولى من جهة العلم أن يثبت أن البخاري أخطأ. والله أنت عايز تثبت أن البخاري أودع في كتابه خطأ، هو في فرق؟ طبعا في فرق بين السماء والأرض. البخاري مش مأمون معناها هو بيخطئ، معناها أنت لازم تأتي عند البخاري في مروياته عن شيوخه وتثبت أنه كان بيخطئ عليه. هذا أول هام عشان تقول أن البخاري أخطأ. ولا البخاري كان يعلم خطأ موجود في الرواية فرواه كما هو في الصحيح. دول القضيتين. لو كان هو بيروي البخاري خطأ رواه غيره فهو ناقل لما رواه غيره، وإذا كان البخاري بيخطئ هو فأنت عليك أن تثبت أنه هو الذي أخطأ. طب وزي أثبت أنه أخطأ كما قال ابن المديني فين؟ في 40 صفحة اللي بقيت من كتاب العلل. ماذا قال؟ قال إن الباب لا يعرف خطأه من صوابه. الباب يعني الإسناد، هناك يسموا الإسناد باب ويسموا الحديث باب ويسموا الترجمة، الترجمة اللي هي إيه؟ رواية سيدنا جابر عن رسول الله، جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دي بيسموها ترجمة، عنوان يعني. فقال لك حديث جابر ده اسمه باب. قال لك حديث جابر ده أعرف إذا أنه خطأ أو صواب؟ قال لك لما أجمع الطرق اللي بتروي عن جابر اللي هو التابعي عن تابع التابعي عن تابع تابع التابعي إلى المصنف، كم واحد روى عن جابر؟ كتير. قال لك إن الباب يعني حديث جابر ده لا يعرف خطأه من صوابه إلا إذا جمعت طرقه، تجمع الطرق بتاعته وبعد كده تشوف أخطأ ولا ما أخطأش. فمين جمع الطرق عن البخاري كراوي؟ يعني البخاري بيروي عن محمد بن سلام، محمد بن سلام البيكندي. طب لما هو بيروي عنه عنده شيوخ تانين كتير، طب انت جمعت بقى للبخاري كل مروياته وحطتها بالمقارنة مع من كانوا يروون مثله من أقرانه وحاولت تقارن بينها وتعمل بحث واكتشفت أن البخاري خالف أقرانه فأخطأ البخاري؟ والله ما عملتها، أنت ما عملتهاش، أنت بتكذب، أنت ماشي بالتشهي مش ماشي بالبحث العلمي. البخاري أخطأ خلاص اعمل البحث العلمي، هات المقارنة وجيب أقران البخاري اللي كانوا معاه في مجالس العلم اللي بيحضر فيه عند الشيوخ وقارن بينهم، ولو طلع أخوه غلطان يبقى لك الحق. طيب ما طلعش غلطان يبقى الكلام الثاني ده كلام توهم، ده كلام مش بالعقل، كلام بالتشهي. انت هتقول غلطان اقول لك مش غلطان، بدام الكلام بالارسال كده ولا هدور ولا هبحث، انت بتتكلمش بعلم، انت بتقول كلام سهل وانت قاعد على الكرسي. تقول البخاري غلط اقول لك البخاري ما غلطش، خلصت. هو انت احسن مني في ايه؟ راي براي ولسان بلسان وكلمه بكلمه. هتجيب علم نتكلم بعلم، هتجيب كلام كده هنجيب كلام كده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.